أطلع معاكم في الخبر. أكد الباحثون من جمعية القلب الأمريكية أنه 91% من العائلات تكون علاقتهم أقل توتر لما يأكلون مع بعض، وعشان كذا هذا الوقت يعزز طريقة الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة. يا سلام، حقيقي. وين كنا زمان؟ أول كنا مستحيل نقعد على الأكل إلا لازم كل العائلة مجتمعة. الآن كل واحد عنده شغلة، أنا ما أقدر أرجع، أنا ما أقدر أكل، حطوا لي أكلي على جنبي. حتى تحسون في البيت والأكل قلة البركة. أنا أهني الناس إلى الآن اللي محتفظين بهذا القانون في البيت، إنه لازم سفرة الغداء هو التجمع الأساسي للعائلة، الكبير والصغير والأم والأب، الجميع يجلسوا ويأكلوا مع بعض سواء كان غداء أو عشاء، لأنه بالفعل هذا التجمع اللي في نصف ساعة ممكن يكون مهم جدا لجميع صح. أفراد العائلة، إنه بيشاركوا وجبة الغداء أو العشاء، وأيضا هناك في حديث يتبادل الحديث، يسأل الوالد ولده كيف كانت المدرسة اليوم، يشتكي الولد أبوه أو أمه، البنت تعبر عن نفسها، لأنه هذا نحتاجه. يمكن اليوم اللي تغير يؤدي، خصوصا إحنا الأمهات صرنا ملتزمين بالرجيم مثلا، كان صار يعني صعب علينا ان نجلس ونتشارك زي زمان امهاتنا، الله يخليهم لنا ويبارك فيهم، انه يجلسوا ولازم نجلس مع بعض وكذا. اليوم كل واحد عند اللي عنده رجيم، اللي اكل معين وكذا، بس برضه نجلس، المهم اننا نجلس نتجمع، عشان هذا التجمع جدا جدا مهم للعائله كلها. هذا الوقت انا يعني اعتبره وقت مقدس بالنسبه للعائله، لانه زي ما ذكرتي ريم، الواحد يحكي يفضفض، يعني حتى الاب والام يحتاجون انهم يحكون يسولفون، انا حصل كذا بالدوام، انا حصل معي كذا مع اصدقائي، انا يعني طرح المواضيع. ودائما يعني الحلو في الموضوع، إن ما ادري، انا اتكلم عن نفسي مثلا وعائلتي، احنا فعلا كنا يعني نستنى حتى الوالد يرجع من الدوام، مزبوط. نستنى حتى لو انك جوعان، حتى لو انك جوعان هو الاب تستنين اساسي، ابوك يرجع من الدوام بالضبط. عشان كلنا نتجمع. فممنوع خصوصا وجبه الغداء، خصوصا وجبه الغداء كان ممنوع احد يتغدى لحاله، او ممنوع انه ينحط الغداء وكل العائله ما هم موجودين. فان شاء الله ان شاء الله، ليش لا؟ انا اعتقد انه في عوائل ما زالت ملتزمه طبعاً. بهذه العاده الحلوه، لكن تعرفين كل موضوع اعتقد اصعب اذا العيال كبروا وصار عندهم دوامات والتزامات. لا بس صدقيني، ما لو احنا نزرع هذا الشيء في عيالنا خلاص بينتظمون فيها، حتى اذا هم كبروا هم بيحسون اذا غابوا عن مثلا وجبه معينه، خلونا نخليها لا نربطها بالغداء، بس اذا غابوا عن الوجبه بيحسون بتأنيب ضمير. لا انا اتكلم عن نفسي، يعني عن العائله، عرفتي؟ لكن صح فعلا العشاء، حتى العشاء حتى الفطور، في عوائل بالضبط. ممكن يكون فطور وغداء وعشاء. فحلو انه خلاص انا اعود طفلي على هذا الشيء عشان لما يكبر هو يكون اصلا متعود عليه. يعني مثلا انا، يعني انا اعترف انا من الامهات اللي ممكن اقدر اسوي ذا الشيء في الويكند تبعي، قبل الويكند ما نقدر. ريم انت؟ والله أنا لا، يوميا لازم وجبة الغداء أساسية لتجمع العائلة، يعني يمكن أساسية. طلوع عيالك المدارس يساعدك ريم، انه انت متى الاطفال يطلعون المدرسه؟ يطلعوا الساعه، احنا الغداء الساعه 3 دائما، الساعه 3 هو من اصلا، حتى هذه العاده من ايام بيت اهلي، الغداء الساعه 3 بنرجع من المدرسه الساعه 2 2 ونص، لازم نستنى الوالد يكون يرجع من برا، خلاص تتحط السفره، الجميع لازم يجلس على وجبه الغداء، حتى اللي بيسوي رجيم، وحتى اللي يبغى جاي النوم، وحتى اللي ما هو قادر. فمهم جدا اننا نجلس في طاوله الطعام ونحتسي الغداء جميعا ونتبادل الحديث الايجابي. خلينا نقول الحديث الايجابي، توي بقول لك اهم شيء في الموضوع ان الواحد ما يجيب مشاكله على وجبه او الوجبه اللي راح يتجمعون عليها.